لازم يجوز راح. وما تزعلوش يا بنات قلنا بصراحة إن الجواز عمره عمره ما كان راحة. مهما تقولوا لنا عليه رجلنا رايحة إليه، واللي يحب الحلاوة لابد ينسى إيديه، لابد من بعض نار ونص درهم مرار، ولما يجوا الصغار القلب ترقص عينيه، ومهما نتعب نقول تعب الحبيب راحة. ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راح، وما تزعلوش يا بنات كنا بصراحة. ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راح، وما تزعلوش يا بنات كنا بصراحة، إن الجواز عمره عمره ما كان راحة. تزعلوش يا بنات قلنا بصراحة، إن الجواز عمره عمره ما كان راحة. عارفين. ثري تو لا ثري تو وان إيه بقى؟ أنا قلت لك حاجة مع عادي. انا ممكن كنت بزور لوحدي والله، كنت عارف ازور لوحدي. الحيوانات دول جنبي بيضحكوا يعني، هم من هم يعني. يلا 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 راجل الموضوع على سيدرا لا نتكلم مع عم بيك سير. يلا يلا ارحموا شوية سكتة يا جماعة، البوع مش عايز تطلع. شو كانت تاكل امسلة ولا ايه؟ خد ديله الموف ده احسن. ديله شو ديله انتوا رباتي بتاعي غتمت السنين. يلا يلا اعمل عشان يبين انت بتغسل. اغسل ايه؟ اغسل ايه؟ اه يلا خلص بسرعة بقى. خلص الشط ده يا راجل. الشط ده خلص امسحها طيب بقى تحتها. يلا من يمسح له تسيق له تحتيه. عمل حمام قد ألف وش. أنا شفت تحتيه. عمل على راحه مش عارف كده. يا عم هطوط عليها. دي فكرة برضو مش بطلت. بس لما أشوف لو بانت لأ. طبقها تاني. طبقها مرتين. يا دماغك على قد دي. يلا يا راجل طبقها من ناحيتين، ناحية كده وناحية كده. حلو مش باين. حاسب مينا بقى 3 2 1 يلا. تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة، وما تزعلوش يا بنات. راجل قاعد تحت الجورنال ده. قاعد تحت الجورنال. راجل كمل المقابلة. اسمه ايه يا معلم؟ قلت ايه يا معلم؟ ماشي يا معلم. يلا اللي بعد دي. وما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه، ان الجواز عمره عمره ما كان راحه. يا راجل ما بتقولش ليه؟ وما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه، مش قلنا هنكمل بقى اخر جمله؟ انت بتعطيني انا بس. اول حته كده نزلت صباعك فيه ليه؟ وما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة. يا سلام دلوقتي بتعمل. بعد ما الشوط خلص بربع ساعة. رامي رامي يلا اشكمهم.
ما انا مبسوط بصراحه. يا راجل يا ده يلا يا عم بيت يلا انا بتمرن. عايزين مني ايه؟ يلا انت عامل ازاي؟ انت كل حاجه بتحبي تزرعيها موز تفاح تاني تاني زرع بصل يلا ارد باكل يعني كان يوم اثر اليوم ما عرفتك يا شيخة وانا كمان وانتي كمان انتي بتقول اي كلام على فكرة ما بوظوش بقى على الفاضي يا رامز تضحك ليه انت عمالين تضحكوا من الصبح ما كنتوش تفكوا بتقول اي كلام وانا كمان طبطب على والدتك انت بركه والله انت يا 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 رجينا رايحه اللي يحب الحلاوه ومهما نتعب نقول تعب الحبيب براحه صعبة وحشة هترفع الميكس هنا لفوق اهي ايوه بس كده حبيبي انتوا بتعملوا كده متأخرين انا بحس ان انا متأخرة فين انتوا ثلاثة اتأخرتوا يلا حبيبي